إذا كانت مسيرة العشق الحسيني نحو كربلاء قد حطت رحالها هناك، فإن مسيرات مماثلة تحاكيها كانت قد انطلقت من مدن العالم المختلفة هنا في الولايات المتحدة وفي ولاية ميشيغان التي تشهد كثافة واضحة للجالية العراقية والعربية والإسلامية. انطلقت من مركز كربلاء الإسلامي مسيرة العشق الحسيني عبر خطوط طويلة حملت فيها شعارات الوعي الكربلائية. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، مسيرة الأربعين، مسيرة الأربعين، تجديد عهد الحسين، تجديد عهد الحسين. وليس ببعيد عن الجود والتضحية بالدم من أجل المبادئ والقيم الإنسانية، هنا منظمة عراقية لشباب عراقيين أطلقوا حملة للتبرع بالدم أيضا. احنا هنا متواجدين لاجل دعم الرساله الحسينيه اللي هي الرساله الحسينيه اللي هي العداله والمساومات. احنا هسه جايين نتبرع بدم، يعني احتراما للامام حسين، وجاي نضحي هيك بقطرتين دم، وهذا ما يعادل القطرات اللي هم خسروها للاسلام. اكثر من 70 شخص وفدوا وتبرعوا بالدم، يقدم هذا على المستشفيات. جمهور حسيني قدم من مختلف الولايات الأمريكية نحو مسيرة ميشيغان التي باتت ظاهرة سنوية حسينية في الولايات المتحدة. من كل الولايات حاضرة من أمريكا إلى ولاية ميشيغان إلى ديترويت ليواسونا الإمام الحسين سلام الله عليه في هذا اليوم، يوم 40 نية الإمام الحسين. في ذكرى هذا اليوم المبارك في كل سنة احنا هنا نجي، أنا جاي من توليدو. تعرف احنا هنا بغربة، فلازم أعلمهم أكو مسيرة للحسين. أتمنى يا رب يعم السلام على الجميع العراقيين والشعب العراقي. اسم الإمام الحسين يعني غطى العالم كله. بالغربة والحمد لله شكر جاي ترفع رايات الإمام الحسين، كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. هذه المسيرة الحسينية تجديد لعهد الحسين، تجديد لبيعة الحسين، تجديد لقيم الحسين. هنا في الولايات المتحدة يجدد عشاق الحسين في مسيرة حسينية عهد الولاء والوفاء كعادتهم في كل عام مع سيد الشهداء وأهل بيته. جعفر الموسوي للعراقية الإخبارية من ولاية ميشيغان الأمريكية.